أخبار اليوم. الحمد لله. لا طبعا هو تعادل بطعم الفوز، يعني انت بتلعب نادي الزمالك فريق القوي جدا اللي تعادل قبل كده، فكان النهارده طبعا معروف انه لازم في مدرب جديد معاه، مع طبعا كابتن صلاح، بس احنا قرينا المباراه كويس كابتن حماده صديق، وتوفيق ربنا، لان لو ضربه جزاء كانت جت كانت غيرت مجرى المباراه، ولكن الحمد لله رب العالمين، وبشكر امين وبشكر الاجوان مع هيثم. لا غير ضربه الجزاء، انا بتكلم على الاداء والسيطره على خط الظهر والكور الثابته والتوجيه وامتى يهدي وامتى ده الموقف بتاعت حارس المرمى في ضربه الجزاء. نشوف الشباب لا انت بقى عندك عندي هيثم النهارده ما شاء الله نفس القصه جاهز، وعندي 3 اجوان 96 حتى هتلاقيني. انت هتلاقيني احنا بكره عندي مباراه.